خلينا اقرا لحضراتكم بعض الاخبار الخاصه بالنادي الاهلي. يعني احنا قلناها، كولر بيجتمع باللاعبين والفريق بيستأنف استعداداته للترجي. دكتور احمد ابو عبله كشف عن تطورات البرنامج التدريبي لاكرم توفيق، زي ما حضراتكم شفتوا بعض الصور او بعض الفيديوهات لكابتن اكرم، ان شاء الله يرجع بالسلامه وان شاء الله يكون متواجد لانه بيحرز تقدم ملحوظ الحقيقه في البرنامج التأهيلي والعلاجي وفقا للجدول الزمني. دكتور احمد ابو عبله ايضا بيكشف تطورات حالة متولي وموعد انتظامه في التدريبات. أتم برضو دكتور أحمد أبو عبلة وقال إن محمود متولي خاض مرانا استشفائيا في الجيم على هامش المران الجماعي، وقال إن حالة اللاعب الصحية جيدة وأدى تدريبات استشفائية تمهيدا للمشاركة في المران الجماعي. إذن محمود متولي هو أقرب اللاعبين لل مشاركة في المران الجماعي إن شاء الله. تدريبات بدنية وتقسيمة قوية للاعبين. كولر بيجتمع مع طبيب الفريق للاطمئنان على المصابين. وميكالي بقى بالنسبة للمنتخب، زي ما حضراتكم شايفين كده دايما العمل على قدم وساق داخل النادي الأهلي، تمرين دايما، الدنيا ماشية، الأمور الحمد لله والشكر لله ماشية بشكل جيد جدا جدا. كل اللاعبين موجودين اللي هم متاحين، المصابين ان شاء الله ماشيين في برنامجهم العلاجي وان شاء الله يكونوا متواجدين كلا على حسب برنامجه العلاجي خلال الفترة القادمة. عمرو السولية اهو يعني واضح في التدريبات، بطاهر، حمدي، احمد عبد القادر، مجدي قفشه، ياسر ابراهيم، الكل الحقيقه. ياسر برضو حضراتكم عارفين هو ما لعبش المباراه الاخيره بسبب اصابته، ولكن الحمد لله هو موجود مع الفرقه وبيتمرن بشكل طبيعي. كل اللاعبين الحمد لله بخير، وبقيه المصابين ان شاء الله ينضموا للفريق قريبا.